والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. وفاطمة خبير، أهلا بك فاطمة. شكرا سحر ناجي، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن تشجيع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة جاذبية المقاصد السياحية في مصر والعمل على زيادة تدفق حركة السياحة الوافدة إليها. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لمدينة شرم الشيخ، حيث شهد افتتاح فندقين واللذين يتزامن تدشينهما مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل. استقبل نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون المناطق الصناعية وفد أعمال نيجيريا برئاسة وزيرة الدولة للتجارة والصناعة النيجيرية للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة. استهل الوفد الزيارة بالاستماع إلى عرض تفصيلي عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم نائب رئيس المنطقة الاقتصادية شرحا عن استراتيجية الهيئة والصناعات المستهدف توطينها والميزات التنافسية التي تمنحها الهيئة لمستثمريها. ومن جانبها لفتت الوزيرة النيجيرية إلى وجود مناطق حرة مشابهة في نيجيريا وتطمح إلى الاستفادة من تجربة النجاح المصرية في المنطقة الاقتصادية. كما أثنت الوزيرة على المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق. وأرجع مركز المعلومات مجلس الوزراء هذا الانخفاض في عجز الحساب الجاري إلى ارتفاع متحصلات النقل وأهمها متحصلات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ نحو 4,400,000,000 دولار. أوضح وزير الزراعة السيد القصير أن العالم يواجه تحديات كبيرة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية، سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية. وخلال لقائه مع رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو في روما، أضاف القصير أن العالم يواجه أيضا أزمات في الطاقة والغذاء والمياه، موضحا أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو في دعم سلاسل الغذاء ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات. وأشار القصير إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، والتي من أهمها نظرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية. أكد محافظ السويس عبد المجيد صقر علي أن المحافظة تتمتع بالعديد من مقومات الاستثمار بما تحوزه من أكبر الموانئ التجارية على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن تعدد أنشطتها، بالإضافة إلى أن السويس رائدة في العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والبورسلين وعدد من الأنشطة الأخرى. جاء ذلك خلال مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة السويس بحضور لفيف من المستثمرين المصريين والأجانب وممثلي الجهات المعنية والنقابات. وعرض محافظ السويس خلال المؤتمر عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، والتي تتمثل في إنشاء أسواق حضرية وقرى سياحية ومناطق ترفيهية داخل مدينة السويس. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط تداولات تقترب من مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي نحو 3,700,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 687,500,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9,800 نقطة ليصعد بنسبة 54% ويغلق عند مستوى 9,853
50 نقطة، كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2121 نقطة، ليغلق مرتفعا بنسبة 1.44% عند مستوى 2151 نقطة. فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3041 نقطة، ليصعد بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و62 قرشا للشراء و19 جنيه و73 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و11 قرشا للشراء و19 جنيه و22 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و9 قروش للشراء و22 جنيه و22 قرش للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. أنهت معظم أسواق الخليج المعاملات على انخفاض، وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.1%، وفي أبو ظبي انخفض مؤشر البورصة بنسبة 0.4%، لكن مؤشر بورصة دبي خالف الاتجاه العام وصعد 0.7%. تراجع المؤشر القطري 1% عند الإغلاق مع انخفاض لمعظم الأسهم. وفي البحرين انخفض المؤشر بنسبة 0.4%، كما في سلطنة عمان تراجع المؤشر 0.1%، وأيضا في الكويت هبط المؤشر بنسبة 0.3%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وصحة لاستكمال ما تبقى من السادسة.